عسلامة، مرحبا بكم فيكم جين حنونة. إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم باش نودكم بوصفة تحفون على الأخر وسهلة على الأخر. عملت خبز تهوي جو نوازيت شوكولا، صدقوني هيكم تشوفوا مسخمها وسهلة سهلة على الأخر. إن شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. كيف ما سبق وهبطت لكم كريمة الزبدة كيفاش خدمتها، تو نخلي لكم بالطبيعة اللين في صندوق الوصف. باش نفوحها بالبريليني، هنا حطيت 150 غرام براليني دو نوازيت، جاتني فاتحه برشا وهي الكميه كيف ما سبق ذكرت لكم كيلو، دونك زدت شويه بات دو نوازيت، خذيت بوفريوه حمرتها في الفور ورحيتها كيف ما ريتو. وباش نضيفها حكيت بالضبط 200 غرام بوفريوه، دونك الكل في الكل على الكيلو كريم دو بور حطيت 300 غرام بوفريوه. نتوما تنجموا تحطوا كل براليني ولا كل بات نوازيت باش تبدا الجو نتاع البوفريوه بارز في الخبزه. وان بلوس كي اي ما نحب نتجنب توسكي حاجه معناتها مصنعه كليزاغوم وكل ما حب كيف نعمل حوجه في الدار تبدا حاجه 100% ناتوريل. دونك باش نعديو للمونتاج نتاع الخبزه، سهله سهله على الاخر. استحقيت فيها 4 بكويت بسكوي سيدة، حجمها راهو كبير. ان شاء الله هذه معناتها عملتها الراس العام، دونك المربع هذاك 26/26، ما شاء الله باهية متاع عائلة هيك. علاش كليت لي بزيد بشكوتو وبزيد زبدة كيف ما سبق وذكرت لكم، استحقيت عليها بريسك كيلو كريم بير. وبالنسبه للقهوه اني استعملت كاس ماء دافي حطيت فيه مغرفه نسكافيه، جو نسكافيه يجي فوح برشا في خبزه الهواء. ومن بعد باش نحط بطبيعه طبقه من الكريم بير. حاولوا ماذا بيكم معناها تستعملوا البوشادو يتسهل لكم باش تجيكم طبقات مسويين الكل. عرفتوا هذه الخبزة إكسبريس هبطتها في آخر دقيقة وعملتها زادة في آخر دقيقة، دونك كيف ما ريتوا باش نسمحوا الطبقة الأولى بالمغرفة ولا بسباتول اللي موجود عندكم. هنا من المستحسن راهو ديما كيف تحطوا كي تخدموا خبزة الهواء دوروا الحرف متاع المول ياما ببابي كويسون ولا فما كيف البلاستيك يبيعوه والله ما نعرف اسمه باش ما تلصقش على الحرف. دونك باش نكملوا الكوش الثانية من البسكوي ونواصلوا بنفس الطريقة لين نكملوا الخبزة الكل. وبالطبيعة بعد ما نكملوا الكوش الأخرانية نحطوها في الفريجيدير أقل حويجة ساعتين باش تشد روحها. وباش نتعدى نوريكم كيفاش باش نعملو الجلاساج شوكولا، باش ناخذو 360 غرام شوكولا ولي كيف ما ريتو قاسيتها جويدة وباش نحط على با ماري لين ذوب. ومن بعد باش نضيف لها 60 مليليتر زيت نباتي، بطبيعة ماذا بينا يبدا نون بارفومي، ونخلط الشوكولا بالزيت لين تتجانس الكل مع بعضها. وبطبيعة هنا حبيت نذكركم ما تنسوش باش تدعموني بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل. ونواصلوا ونخلطوا كما قلت لكم لين تولي مزيج هكا متجانس. وباش نضيف لهم 100 غرام بوفريوة مهروشة وبطبيعة محمرة في الفور. هنا ما مستعملت راني شوكولا ولي العادية راهو الباتا غلاسي مش شوكولا دو كوفرتور. الا يحب يستعمل شوكولا دو كوفرتور ينجم، كيف ما زادت نجم تخلطوا شوكولا باي نوع متاع فاكهه تحبوها. وتوا ما تبقى كان باش نجبدوا الخبيزه من الفريجيدير. بطبيعة كنت تحبوها أعلى من هكاك تنجموا يا تصغروا في الديمونسيون في الحجم متاعها ولا تنجموا تعملوا حتى طبقتين بسكوي في عوض طبقة برك. أما راكم هيك صفا، راهي خبزة عادية. وأجمل ما فيها عجبتني اللي هي سهلة على الأخر برابور كريتو ريزولتا.
وقبل ما نضيف عليها الجلاساج شوكولا ماذا بينا نحطوها كيكة دايرة بالبابي كويسان باش بعد تبدأ الخبيزة نظيفة. ومادام هو دافي نسكبوه على الخبزة ان شاء الله يا ربي هيك ريتو المراحل كوليكي واضحين. بتبيع الكريمة الزبدة تنجموا تستعملوا الكريمة اللي استعملتها كيما تنجموا تستعملوا كريمة الموسلين. سبقوا اني زادة هبطها لكم في فيديو الخبزة البوفريوة نخلي لكم كيف كيف الرابط في صندوق الوصف. بالنسبة للنوع ذي متاع الخبزة اللي فريمون ما معناها ما خلطش يحب يعمل حويجة في الدار سريعة جدا كيف ما ريتو. تو نتبعوا الجلاساج بسباتول نسمحوه قد ما نجمو نتبعوا الأطراف الكل. ومن بعد ما نكملوا نجبدوا شويه البابي كويسان مادام هي ذايبه نجبدوه شويه باش ما يتشيحش وما يلصقش على خاطر نتصور اني كان معناتها تيبس الشوكولا شويه يولي يجبد الكل مع بعضه. ومن بعد ما تبرد ما تلقانا كان باش نزينوها. بطبيعة هنا حبيت نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. شكرا جزيلا على المتابعة ونفرح برشا بالكومنتريات اللي قاعدة توصلي. وطبيعة بتنجموا تزينوا كيف ما تحبوا وتفنوا في الزينة وبربي بربي ما تتخشوش عليها خاطرني مانيش باش نجم نقصها الخبزه قدامكم باش نوريكم كيف نيه على خاطر باش نهزها معايا الدار سلفتي رمروم نوجلها تحيه مضيفتنا السنه بحذاها في راس العام. دونك ما يجيش نقصوا الخبزه من هذه لها مقصوصة ما يجيش. أما إن شاء الله يا ربي كان بعد كيف نقصوها نعمل تصويرات ونهبطها لكم حتى في بوست على اليوتيوب. ما تبقى لي كانش نقول لكم شكرا جزيلا على المتابعة. دمتم بخير كل عام انتم حيين بخير وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.